السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلبتي الأعزاء؟ اليوم سنأخذ في مادة العلوم. كنا قد تعرفنا على الوحدة الأولى وعن الدرس الأول الذي يتحدث عن صحة جسم الإنسان. أولا أخذنا في درسنا بداية عن أعضاء جسم الإنسان. إذا أعضاء جسم الإنسان، قلنا بأن الجسم يتكون من مجموعة أعضاء في جسمه تساعده على العيش. إذا ما هو العضو؟ إذا العضو هو جزء في الجسم له وظيفة محددة. يتكون جسم الإنسان من أعضاء عدة تمكنه من أداء وظائفه والبقاء حيا. إذا هذه الأعضاء تشترك معا في كل عضو له وظيفة محددة، وجميع هذه الأعضاء في جسم الإنسان تساعده على أن تبقيه على قيد الحياة. إذا سنتعرف في درسنا على هذه المفاهيم، وهي العضو وأعضاء الحس والحواس الخمسة والأعضاء الداخلية. إذا كما نشاهد هنا في الصورة، وهي استعمال اليد. إذا اليد هو عضو من جسم الإنسان، وهو يساعد في الكثير من الأشياء كتناول الطعام والكتابة، الاستحمام، الرسم، ويساعد الإبهام على إتقان الأعمال المختلفة، كأن تمسك الأشياء بيدك. أما قدمك فهي للمشي أو الركض، أو حتى تستطيع ركل الكرة. ما أهمية أعضاء جسم الإنسان؟ ما أهمية أعضاء جسم الإنسان؟ قلنا بأن أعضاء جسم الإنسان تساعدنا تقوم بوظائف محددة تبقينا على قيد الحياة. إذا أهمية أعضاء جسم الإنسان تقوم بوظائف محددة تبقينا على قيد الحياة. هذا في صفحة 11. ننتقل الآن إلى الصفحة نتعرف على الوظائف على الأعضاء الحسية، وهي ما تسمى بالحواس الخمسة التي كنا قد أخذناها سابقاً. أعضاء الحس وهي مسؤولة عن الحواس الخمس، وبها نتعرف على الأشياء. فأنا أبصر الأشياء بعيني، وأتذوق الطعام بلساني، وأشم الروائح بأنفي، وأسمع الأصوات بأذني، وأتعرف ملمس الأشياء بجلدي. إذا تساعدني أعضاء الحس على تعرف العالم. إذا على ماذا تساعدني أعضاء الحس؟ تساعدني على تعرف العالم. إذن هي تعمل كمستقبلات خارجية. أستطيع أن أتعرف على الأشياء من حولي عن طريق هذه الأعضاء، كأن أشم رائحة شيء ما عن طريق أنفي، أسمع عن طريق أذني، وأرى وأشاهد الأشياء، الألوان، الأشكال، عن طريق عيني. إذن الأعضاء في جسم الإنسان منها أعضاء الحس، وهي المسؤولة عن الحواس الخمسة التي تساعدنا في التعرف على العالم المحيط بنا. أما هناك ما يسمى بالأعضاء الداخلية، وهي توجد في داخل جسمنا، كما أن هناك أعضاء خارجية كاليد والقدم، العين، الرأس. فهذه أعضاء أستطيع أن أراها، هناك أعضاء داخلية لا أستطيع أن أراها في جسمي، لكن لها وظائف معينة، وهي تساعدني على أن أبقى أو أستطيع العيش، ويعمل جسمي بشكل صحيح وسليم. توجد في جسمي أعضاء داخلية، منها الدماغ الذي ينظم جميع الأفعال التي أقوم بها. إذا ما هي وظيفة الدماغ؟ ما هي وظيفة الدماغ؟ إذن ينظم جميع الأفعال التي أقوم بها، وماذا أيضا؟ ويتحكم في جميع الأعضاء، ويتحكم في عمل جميع الأعضاء.
إذا وظيفة الدماغ هي وظيفة كبيرة، فهو المسؤول عن تنظيم جميع الأفعال التي نقوم بها، ويتحكم بجميع أعضائنا وطريقة عملها. أما القلب الذي يعمل على ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. إذا لو سألنا ما هي وظيفة القلب؟ إذا القلب يعمل على ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. أما الرئتان فهي تساعدني على التنفس، إذا ما هي وظيفة الرئتان؟ إذا الرئتان تساعدني على التنفس، والمعدة على هضم الطعام الذي أتناوله. إذا هذه بعض الأعضاء الداخلية ووظيفة كل منها، مثل الدماغ والقلب والرئتان والمعدة. كما تشاهد في الصور أمامك، هذه صورة للدماغ، هذه صورة المعدة، وهذا صورة للقلب، وهنا الرئتان. إذا وهي تعمل بشكل لا إرادي، أي لا أستطيع أن أتحكم فيها، فالدماغ يقوم باستقبال وإرسال البيانات والمعلومات من وإلى جسمي، والمعدة تقوم بهضم الطعام الذي أتناوله وتوزيعه وامتصاص الفائدة منه ليتوزع على جميع أنحاء جسمي، والقلب يقوم بضخ الدم في كل بقعة من جسمي، وينقل الدم والأكسجين والغذاء الذي يحتاجه الجسم. أما الرئتين وهي تساعدني على التنفس وتنقية الهواء والأكسجين الذي يدخل إلى جسمي. هنا عندي سؤال أتحقق، ما الحواس الذي يستخدمها الإنسان أو إنسان فقد حاسة البصر في إنجاز أعماله؟ شخص فقد حاسة البصر، فهل يستطيع أن يقوم بإنجاز أعماله دون حاسة البصر، أم أنه لا يستطيع إنجاز شيء؟ إذن يستطيع إنجاز أعماله عن طريق حاسة اللمس وحاسة السمع. إذن سيستعين بحاسة اللمس والسمع ليغطي فقدان حاسة البصر. أما الآن ننتقل إلى الصفحة التي تليها، ونقوم بحل الأسئلة المتعلقة بدرسنا. إذا الفكرة الرئيسية، ما أعضاء جسم الإنسان؟ قلنا بأن أعضاءه بشكل عام أعضاء الحس والأعضاء الداخلية. إذن الأعضاء الداخلية، أصل بخط بين المفردة والصورة التي تدل عليها. عندي هنا أعضاء الحس والأعضاء الداخلية. إذن كما نشاهد، أعضاء الحس التي تعبر عن الحواس الخمسة، والأعضاء الداخلية في الصورة التي بجانبها. أقارن الآن بين العضوين في الشكل المجاور من حيث الوظيفة. عندي هنا صورة للأذن وهنا صورة للدماغ. فصورة الأذن تساعد الأذن على السمع، إذن وظيفة الأذن تساعد على السمع. أما الدماغ كما قلنا سابقا بأن الدماغ يقوم بتنظيم المعلومات، إذن عمل الدماغ ينظم الأفعال التي يقوم بها الجسم ويتحكم بجميع الأعضاء. إذن هو المسؤول عن التحكم بجميع أعضاء جسمنا من الداخل والخارج. إذن هذه وظيفة الدماغ، وهناك وظيفة الأذن. أتوقع ما الأعضاء التي استخدمتها الطفلة عند تناولها طعامها؟ إذن استخدمت أعضاء خارجية وداخلية.
داخلية حين تناولت طعامها. بداية استخدمت الدماغ وهو المسؤول عن كل أفعالنا، إذا استخدمت دماغها، ثم اليد حتى تتناول فيها، واللسان المسؤول عن التذوق. بعد ذلك قام الطعام بالنزول إلى المعدة حتى تقوم المعدة بتهضيم هذا الطعام. إذا هذه، هناك أيضا أعضاء مختلفة، لكن هذه الأعضاء التي أخذناها التي استخدمتها الطفلة في تناول طعامها: الدماغ واليد واللسان والمعدة. أستخدم الأرقام، أدون عدد الأعضاء في جسمي في الجدول. الأذن، كم عدد الأذن في جسمنا؟ نعم، اثنتان. أما القلب فهو عضو واحد فقط. هكذا نكون قد أكملنا درسنا وقمنا بحل الأسئلة المتعلقة بالدرس. أتمنى أن أراكم إن شاء الله في الدرس التالي. يعطيكم العافية.